ذاهبين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة إن شاء الله. بعد 5 دقائق تقريبا إن شاء الله نركب السيارة. وداعا يا مدينة. كل اتجاه إلى شنو؟ إلى ميقات معين. إحنا متوجهين إن شاء الله إلى مسجد الشجرة. إن شاء الله راح هناك نحرم، نلبس الإحرامات مالتنا ونلبي حصرا داخل المسجد. بالنسبة للحجيات راح يكون عندنا مندوبة أي مرة من النسوان. راح شيل تعرف شوية تلفظه يكون صحيح. راح تجمع النسوان تلبي لكم تلبية جماعية وتلبية فرادة. وبالباب لما نطلع باب دخول النساء هم السيد راح يجيبهم وراح يسوي لكم تلبية بالنسبة للحجيات. بالنسبة للرجال كله ويا سيد أمي. زين؟ راح نعين لكم مكان داخل المسجد، داخل باحة المسجد، راح يكون صلاتنا في هذا المكان، ليش؟ على مود بعد الصلاة مباشرة بس نلبي تلبية جماعية ونطلع، على مود التأخير اللي يصير، احنا التأخير مو بصالحنا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
ليتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا تجارة لن تبور. يا عالما ما في الصدور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ليتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا تجارة لن تبور. يا عالما ما في الصدور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. لذلك لازم الواحد